السلام الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في شركة الاتصالات خدمة تسمى جود، وحقيقتها أنك تدفع مبلغا من المال مقداره 99 ريالا، وتستخدم هذه الخدمة بأن تكلم في الهاتف ما شئت من المكالمات قلت أم كثرت، فما حكم الاشتراك في هذه الخدمة؟ والله لا أعرف تفاصيلها ولا أدري عنها، لكن الشيء المجهول ما يجوز. لازم يتحدد الخدمة، أما أن مطلقة كذا هذا مجهول. نعم.